شهادة الدكتوراه الشرفية أو الدكتوراه الفخرية هي شهادة بدون طرح رسالة دكتوراه أو مناقشة لها، ولكنها تعطى للشخص تقديراً لجهوده في مجالات محددة. نعم، قلت للشخص، لكن هذه المرة لم ينالها شخص، بل نالها كلب علاجي، ونالها أيضاً في الطب البيطري تحديداً. احتفلت كلية فيرجينيا تك للطب البيطري مثل باقي الجامعات بخريجي هذا العام بحفل عبر الإنترنت، وشملت الكلب موس وهو يعمل في مركز فيرجينيا تك منذ أعوام. شارك في أكثر من 7000 جلسة استشارية، كما ساعد آلاف الطلاب على التعامل مع اضطراباتهم النفسية على حد رواية الجامعة. هو أيضا كلب شجاع، وواجهته بعض التحديات من تلقاء نفسه تغلب عليها. ففي وقت سابق شخص موس بسرطان البروستات وتغلب على المرض بعد جولات عنيفة من العلاج الكيميائي والإشعاعي. نتابع. Congratulations, Moose. طبعا المقطع حاز على الكثير من التعليقات الساخرة والمتعاطفة، نتشارك معكم البعض منها. البداية من أحمد الذي علق في إشارة على جملة أو على عادل، جملة لعادل إمام الشهيرة، يقول فيها للكلاب حظوظ، هو ده الكلب اللي بيفطر كونتيننتال. تعليق آخر من علي يقول فيه الكلاب من أذكى المخلوقات وأوفاها، وأنا متأكد أنه هو فاهم أنه أخذ حاجة مهمة وكبيرة. أخيرا شيرين تقول في تعليق ساخر، في كلاب بتعمل خير أكثر من البني أدمين، مبروك يا دكتور موس. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم مشاركتنا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا الرقمية. نعود ونلقاكم يوم غد بنفس التوقيت. إلى اللقاء.